قدم سعادة الدكتور محمد غسان شيخو أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لمملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. ونقل سعادته لفخامة الرئيس تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والعافية، ولجمهورية الصين الشعبية دوام الرفعة والازدهار، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لكل ما فيه من الخير والنماء. من جانبه كلف فخامة الرئيس شي جين بينغ سعادة الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو بنقل تحيات فخامته إلى جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين بمزيد من الازدهار والنماء، متمنيا لسعادة السفير دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله الدبلوماسي.